أقولكم أول السلام عليكم ومساكم الله بخير. تحيدون أمس كان يوم الله، اليوم على أساس أني بسوي سناب بالصباح الأخير غيريت أخبار وعلوم مجزينة شوي خالتي ما بصويحي على الله يحفظها ويطول بعمرها وتكدرت لغير الحمد لله حين اطمنت عليها وإن شاء الله مباشرة الصدق سرح لهم العين والأمور إن شاء الله من أحسن إلى أحسن إن شاء الله نتريى العفو من الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنها ويتباسل وإن شاء الله الأمور طيبة وبرمس وياكم أخلاف المساء بعد زي ما زي وأحب أشوف إذا في شيء يهز التصوير صورتها على ما تشوفونها ما شاء الله الحضرة ممزور خلق الله ما خلق يعني من كل قطرة لغمية عرض فيها الجيم ممزور اليوم لين عيني يعني برنامج استخلاف ولا اثناء التنبيه. خالتي على الله يحفظكم كان في ابو ظبي غير عاده يسيرون وقت القيض يقعدون في العين يعني السلك الاولي قابضين فسبحان الله يوم ساروا العين تعبتي على الله يحفظها بالتسعيد و ها يلا زي اصبر علي و لا هم وياها والحمد لله يعني حينها نطلب من الله ثم منكم انكم تدعوا لها ان الله يعافيها ويعفو عنها ويخفف عنها يا رب العالمين. هذه مسيف هذه ثلايا طايفه. وهي عجيد القوم وهي راس مالنا وهي هي عمود الخيمه من عقب هي اللي تامه لنا يعني من عقب امي لها الجنه. يعني هي امنا وهي خالتنا هي اكبر وحده في الطائفة كلها طائفة البن خدية أكبر وحدة هي ما شاء الله عليها وهي عمود الخيم وهي الكل في الكل وهي رأس المال وهي بركتنا بركة الطائفة كلها يعني لو تشكي من أدنات الدون ينت الطائفة بكبرها يعني على الله يطول بعمرها مسيح ويخليها إن شاء الله ويحفظ أمهاتكم وأمهات المسلمين أجمعين من كل شر وضر وبرمس اخلاف ان شاء الله اليوم برمس اخلاف عندي موضوع وايد جميل اجلنا من يومين ثلاثه ويلا يلا ميود عمري واليوم ان شاء الله اذا الله جعلنا بالحيين برمس الموضوع اللي مبني عليه برمسكم عنه من يومين ثلاثه واليوم اول الله اذا الله جعل بالعمر بدهن اليوم المساء برمس عن الموضوع هذا المساء يعني في الليل خلاص عقب النادي اذا الله رايد يلا ما شاء الله الجيم اليوم منزور ترى خلق الله تبارك الرحمن ها منزور اقول لكم هالرجال ها اللي تشوفوني ما شاء الله عليه يصبح يمسي في العزب ويا الحلال يوم عديه ابوي في الليل يا النادي ما قال ابوي اصبح كاد عمري في الدوام والظهر في العزب لا اي ما شاء الله عليه كاد عمرك هد البلع زين هذا عادي الله يحفظكم هذا متقبل حب العامري اللي ما يتحيد من قبل اسبوعين سوى عزة قبل حب هذا ابوي ولد سلام عليكم صورتك ابوي قلت له السري مالك كامل ما علي برايني ما تشتكي علي نرتب وقته ما شاء الله عليه بين عزبة وبين دوام وبين نادي وجامعة يعني شو بقول لكم ما شاء الله عليه يعني الله يحفظه يبارك فيه منو هكذا في باغم؟ كان عندي باغم؟ ايش عندك؟ ها؟ اي وات ذا رونج وذ يو؟ هاي توداي تومورو ذا لاست داي وذ يو افتر تومورو ام جوينج تو دبي مي تو بليز ام افتر تومورو ام جوينج تو دبي يوم الاربعاء في الليل ثيرزداي دبي فرايداي ايرلي مورنينج اي ويل ترافل 10 o'clock تو جولد كوست فور 21 دايز 21 days. I will miss you, Captain. And me too. Inshallah. Thank you. أقول لك. هلا والله. هاك اليوم خبرت المعرس. نعم. قلت له خالد شرهان عليك إنك ما عزمت إلا يوم صكت الحلقة البطانة. نعم خبرت. هي حد يعزم حد ليلة عرسه. حد. إي ما يستوي. لازم اللي بيعزم حد يعزمه قبل الحشر بعشر. خلاص بنوصل له هاي الرمز مرة ثانية بعد. هو الغير أي إنسان. هو الغير. نعم. الموضوع هذا. اللي بيعزم حد. ولا يبي ولا شيات ولا حتى بتسير على حد تخبرهم من بالك طيب شو رايك انت نعم الله عليك بارك الله فيك يلا ما الله
الله يحفظكم انسات عازمني على عرس، عرس واحد من ربعنا هني يتمرن ويانا شبه يوميا يعني، وتعرف ويا من سنتين او ثلاث سنين، وكنت اتمنى اني احضر عرس يعني في الفجيره وعرسوا يوم عدى يوم نهار ثاني قبل العرس بيوم اني يخبرني ابو خالد ترى فلان باكر بيعرس، قلت باكر بيعرس المطلوب، قال باكر تفضل عندنا العرس، قلت تفضل العرس اليوم عزمني حق باكر العرس، انا في ابو ظبي وهذاك في الفجيره، يعني مثل حسين في الشام وجثته في كربلاء، كيف حسين في الشام وجثته في كربلاء؟ يعني كيف لا بيواحيلي لا علم مرتبط بالتزام بسير دبي كنت نهار ثاني يوم الخميس، شو بقول لكم امور وايده. يلا انا نسخ لك على ما قلنا امس العزلي انا حضرت له عزال حياه يدك عم وانا ياس اقول حق العرب ابو يده الرجال الحين العرب كذا عارف امس انا يوم زعبيل عزا منو؟ يحيى السعيد هي استوي عم اخوك وانت ولد انت بالضبط اسمك الكامل انا ولد محمد عبد الله اي والله زين ابوي انا قلت انك ابوي تصبح وتمسي في العزب بين النادي وبين الدراسه وبين العزب وبين الدنيا كلها ولا ما بغى شيء ودك شيء؟ والله ما بغى شيء ودك يعني الله يحفظك ويبارك فيك. حرام من الصبح ما حد دق لي تليفون، من ابتديت اتمرن يا التليفون ما صخ التحرى يعني شياطين ما يظهرون الا وقت التمرين، يعني طول الوقت وانا ميلس البيت والله ولا تنصخ تليفوني ما قال كم الخبر، ومن ابتديت التمرين ما سكت كل دقيقه برم 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 برم، يعني تحرى حد يطالبني ديانه الامراض. تمرين كان زين، خلصت الحين باجي لي معده وباجي الله يحفظكم كارديو، الكارديو اليوم ان شاء الله بيكون نص ساعه اذا الله جعلنا الحيين، والمعده خمس دقائق ما فيها على هذا التشطين الوايد. ولا تنسوا فيه موضوع وايد جميل اليوم بنرمس عنه، موضوع يهمنا كله يعني عنده اهميه عامه للكل ان شاء الله. شو قلت لي اسمك؟ فيصل محمد الكوبي خميس المهيري. وانت؟ محمد الكوبي خميس المهيري. افتح ثمك؟ افتح ثمك، وين الضروس؟ زين يلا صوروا تقالي يلا صوروا يلا. سليمان القصار الله يحفظكم صاحب واخو وصديق من الثمانينات تقريبا، اول ما تعرفته في لندن الله يحفظه الامراض، في من سنين يشيل شيله، الشيله هاي من الفنون يسمونها الفن القروي، من سنين وتامه في خاطري وعيست وانا ادورها في اليوتيوب في كل مكان ما رحت بها. المراد من ثلاث اربع ايام مرمسه في امريكا اقول ابو داوود تيملي اني افداك احيدني سامع انك تغني فن قروي من سنين وفي خاطري اسمعه، قال لي الحين هنا عندي ضيفان جاييني وحيد، بعد قال لي ساير اخذ لهم ودام دقيقات يدور صغار بيبي تشيكن، بعد سليمان ما يوزن الا الشيء الزين، فقال لي ان شاء الله بتفيق وبرد بطرش الكي. ما وعيت به اليوم الا طرشه كمقطع الفن القروي، فن جميل كلمتين ثلاثهن بسمعكم مقطع يازلي وبتأكيد انه بيوزلكم للعيب به الفنون القرويه، يعني الفنون الاصيله فن القروي يعني معناته فن هل الزراعه ما بهل البحر ولا هل البر هل بالزراعه يعني. يلا I'm
كاتبون الصدق يعني فرحت بالمقطع اللي طرش لي اياه على الله يحفظ ابو داود. يعني هو روحه مرتبش بضيوفه ودنيا وعلمه وخبره وناسه، ومجرد ما طريت عليه المقطع هذا البيتين هذا من القصيد، فسبحان الله تذكر واظهر لي اياه من مليون مقطع عنده، وطرش لي اياه من اخر الدنيا في امريكا لين ابو ظبي على الله يجزيه خير. وانا احب الفن الاولي، يعني ما احب الفن الجديد، انا احب السامري، احب الاغاني القديمه، احب محمد عبدو في كل اغاني. محمد عبدو عاد من ابتدى لين اليوم واغانيه كلها انا حافظها، هبل حافظها احبها يعني متيم فيها. احب غنى جابر جاسم الله يغفر له، يعني هاي المطاربتي اللي انا افضلهم محمد عبدو وجابر جاسم. هذا اولا. ثانيا انا بعد يعني اذا حبيت اسمع فاسمع يا اسمع ابو حمد الله يغفر له جابر جاسم، او اسمع محمد عبدو في وقت اللي احب اسمع. ولا من الاساس اصلا اذا بتلاحظوا ما سمعتوا عندي مسجل انا في التلف في سيارتي اصلا، وين بيوحي لك وين الوقت اللي تروم تسمع فيه مسجل انت ولا تسمع اغاني ولا شيات؟ يوم انا 24 ساعه ارمس وياكم، وين الوقت اللي بسمع فيه غنى؟ لكن ما يمنع اني ساعه دون ساعه استصيخ البنوره ونيه بعد ابو حمد، يعني زين على زين، ليش لا؟ يلا الله يرحم الميتين ويطول بعمر الباجين، يحافظكم ان شاء الله. اكثر جماعته ابو ظبي ما حد يسافر اللي انا عرفتهم، يعني الاغلبيه يصيرون يقيضون العين، وكانت فيهم سفره وعزموا يسافرون، اظن يسافرون في الشتاء، لكن الاغلبيه اللي انا عرفتهم يعني ما حد مسافر العوايل، يعني اغلبيتهم كلها في العين، يصيرون يقيضون العين. وقوم خالتي احد العوائل اللي تصير تقيض العين، نخال وبيوت وعلم وخبر ويعني يوزلهم جو العين من كذا سنة، يعني من استوت الدنيا وهم هذا مقيضهم، هم وغيرهم يعني. يا غير السنة يوم ساروا تعبت شوية خالتي وتكلفت يعني، والحمد لله رب العالمين إن شاء الله بيشافيها، وإن شاء الله بتغدي بخير إن شاء الله بحيل لما تنام حينه، وإن شاء الله نباشر الصب بشرح لهم بطمن عليها، هي في مستشفى الجيمي. وإن شاء الله يوم أقولكم إن التلاي عرب هي لي خالتي لي باجت لنا يعني من عقب الله سبحانه وتعالى في طائفة البن خدي، يعني هي لي تامح من الكبار، يعني يدي سعيد بن خدي توفى وبطي وربيع وراشد وعيالهم يعني كلهم توفوا، وامي عوشه وخالي محمد من دبي بن خدي كلهم توفوا، تام هي خالتي الله يطول عمرهم سيف. وكلنا يعني نصبح ونمسي نشبرها ونذرعها، يعني الله يعطيها طولة العمر، ولا نلقط البد منها ولا نلقط الدوره منها، نلقط الدوره من ثيابنا اللي علينا، ويقير من انك تشوف لو في اسبوع وديه يعني شوف فروحه يجيب لك البهجه البركه، بركه البخديه هي. سبحان الله وحين تعبانه على الله يعافيها ويعفو عنها يا رب. الحمد لله رب العالمين، على اسبوع لي خطفني كنت عندها وبطيت ترمس عندها لين اذن الظهر، خالفت الاذانات الظهر، وعقب ويترخص صرت صلي في المسجد، صورت تعالوا يوم اصور اقول لكم مسجد ما بمسجد عمير بن يوسف، هذا مسجد حياه ام عمير بن يوسف، قلت لكم انا غلط، قلت لكم هذا مسجد حياه عمير بن يوسف، وثرى ما بمسجد حياه عمير بن يوسف، مسجد حياه ام عمير بن يوسف، تحيدون اسبوع عليه خطف في نفس اليوم هذا، سبحانك يا رب. لا والله كان يوم الاثنين، هي اليوم الاثنين تعالى، هي بعد شو اليوم الاثنين نفس اليوم، وعلى اساس ان اليوم بيهم، وهذا ما سوى سبحان سارة اسبوع لي خطف يقيضون العين، وامس تعبت، وان شاء الله رب العالمين بيعافيها وبيعفو عنها، ونتريى دعواتكم.
عندي على الله يحفظكم مقطع فيديو مدته 3 دقائق. مقطع الـ3 دقائق هذا بالإمكان أنه تستفيد منه أمة لا إله إلا الله في أي وطن وأي عصر وأي عمر وأي سن وفي أي زمان وأي مكان. كل اللي أنا عديت هاي يقدرون يستفيدون من مقطع الفيديو هذا إن شاء الله. أبوني ناوي أنزله اليوم يا غيري على الله يحفظكم. شوف الساعة كم، سكت وحده وشي، وأنا اللي تسحب وحده وهنتين، ولازم على أساس أني أعلق على المقطع هذا يباله فترة. أنا المواضيع العادية أخذ 2 أو 3 ساعات أي أعلق عليهن، ما باركم موضوع مهم والشخصية كلكم تعشقونها، فيبالي وقت. وإن شاء الله غير اليوم أعتقد أنه باكر 90% أنه باكر إذا الله جعلنا بالحيين أول الله. السموح يوم أنا في الجيم كنت خبرتكم وقلت لكم أن عندي موضوع بعد عليكم، هو الموضوع هذا موضوع الفيديو غير. أبطيت اليوم وأنا تسحب وحده هنتين والموضوع هذا وايد مهم أني أكون مركز فيه، لأن الموضوع وايد ضروري وهذا بالإمكان تستفيد منه الكليات والأكاديميات والجامعات وكل دور التدريس والأبهات والأمهات في تربية العيال وتربية النشأ الصالح من الفيديو هذا بـ3 دقائق. إن شاء الله نباتي بحط إن الله راد باكر إن شاء الله بحط لكم إياه. شو نزلت حق قطعه هو 3 دقائق، قطعت قم دقيقة حق باكر حق يروم ينزل على السناب. وإن شاء الله أن باكر برمس وياكم عن الموضوع بخصوص الموضوع هذا، يعني وأنا ساير العين ولا أنا جاي من العين ولا باكر المساء. يلا عاد والعذر والسمحة من جلابكم، عاد ما داني أبني حد وأخلف وعدي يا غير اليوم خلفت شو أسوي عاد؟ من قلت لا حيل، قال انفخ يا شرين، قال مهنة برطم ماشي وين بيروم ينفخ شرين فقير وحليلة. يلا ثم الله. يا مرحبا بولد احمد، صباح الخير، جود مورنينج. ها وين؟ احبك العافي. موجود؟ قال ما بتي اليوم؟ ما تقول سبع البريده. ايه حريتك ما بتي؟ ليش وقع ليش ساعه؟ شوف وين بسير الحين؟ ليش وقع ليش وقع؟ ادري وين بسير اليوم؟ لا ليش وقت الله وين بتروح؟ أدري يمكن إنك موجود هني. أنا بسير الحين الحين. إيه. تبي تيجي صار؟ إيه. إن شاء الله. بتغدى هني إن شاء الله. على عادي هني. ها؟ شوي بدي أول على عص. أنا هو. غير أنا بسير العين برد. بسير خاله شقيقة. يكشف عليه. إن شاء الله بسلم عليها. شو تبغى أقولها؟ خليها ضحالة. إيه. لحبي خاله شقيقة. الحين خالوه إيه؟ ممنوع حد يصير داخل يسلم عليها. يوم بتغدي بخير إيه؟ ان شاء الله بسير لها. مشكلة. شو رايك؟ إيه؟ ان شاء الله بتي هني إيه؟ وبتنور فريج التيار إيه؟ وبي غدي فريج التيار ترد لها روحه ورونقه ان شاء الله يرد من يده يريد الرونق الاصلي ما فريج التيار بيرد ان شاء الله. وان شاء الله انك بتسير وبتسلم عليها وبتجلس. شو رايك؟ زين خبرها؟ اخبر. شو تباني اقولها؟ اخبرها. ان شاء الله. اقولها انها مدامها في العينك ما بتي. بتيها يوم بتي ابو ظبي. ان شاء الله حبيبي. ان شاء الله بارك الله. لا انا سيبيني فلاح عشان شو تبي؟ شو؟ سبق. سبق شعر؟ ايه. عرفوا انت وين؟ اخر مرة وين صابونا؟ لا. داخل ابو ظبي؟ داخل الشعبية؟ لا هذا. هذا انا سيبيني. ادري وين تبى تسبق شعرك انت؟ لا هني. والفلوس وين؟ موجود. موجود خلاص. اي مكان يعيبك قول حق الدري والودني. جميل. هذا انت الارباب، ما بهو الارباب. عموما الساعات. ما بعله هواه. واللي بفنشك. اي. ما عليك فلوس وايد ولا ما بوايد؟ انت ما عليك قصيره. لا وين؟ اذا بشوفه. شوف
ما تجوها البيزة؟ وين واز؟ ها؟ واز جواز؟ واز 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 عود؟ معاش معاش البشاكير من مالك انت؟ انا انا معاشك انت هذا؟ ايه ايوه زين وايد الحين هذا خير وايد الحمد لله شي داخل بعد فلوس؟ لا انا احضر ما تقوم بعشاء؟ ايه ها ديتشو تعال سوي سلام عليكم اسمع تعال بسرعه عاد السلام عليكم كيف حالك صباح الخير بعد بعد سوي شيء غنية بسرعة لا وقف علينا صبر صبر غنية هي عيشو خلاص نجي خلاص خلاص صلاح يبقى بخشيش خلي ولي ولي قال لك ولي شو هذا شوف شو هذا قديم هذا بطوه قديم شو شاب هذا فلوس يزيد طب خربان شو بديني عملت روتي لا حرام حليله حليله بابا لا مكرهه لا تعطيه بخشيش ايوه من زمان ما اعطاك بخشيش ولا تعمل وايد سنه ثلاث سنوات بشوي سنه كامله ما اعطيته بخشيش لا اعطى 10 10 شكرا يشري بخشيش خيبه بالغلط ترى اعطاك اياها يلا يستاهل يستاهل مكرهه صراحه يا تكلم سوري بابا خالد اول ما في سناب اليوم في سناب لا سوري بابا سوري حق هنا فرات عندك كنسل ولا كنسل كنسل لا ما يكنسل يلا سوي كلام عادي شو اسمه سوشيال ميديا صح يلا خلص خلص اجلك هذا كنسل يلا سوي كنسل شو اسمه اخلص اجستني مشارك دين صح ها متابعين متابعين هي سوري متابعين هي ما في اول ما في سناب هي يوم في سناب بكره ان شاء الله في سناب ورا بكره ان شاء الله ليش ما في سناب ترين يوم شو مشكله ترى تنين اليوم في شو شغل شو رامي اني هي ما في زين وليش ما تعدل ايديك لازم اليدين هات كانها مشاب هذا لازم زين اليوم في سناب ان شاء الله بكره في سناب ورا بكره ان شاء الله في سناب بعد بكره في سناب هي وارباب متى يسافر بابا اليوم خميس لا متى يسافر؟ انت وين تسافر؟ ليش؟ انت ما يعرف انا وين يسافر؟ لا قول والله والله انت عيرك تسوي سناب شات انت ما يعرف؟ انت هذا نمون عربي انا كيف مالهم؟ كلش ما يا زين سوي واحد غنيه مال مكران بعد شو يسافر انا؟ لا لا الحين 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 ابو لييب ال20 اللي اعطاك اياها صلاح هذا انا ودي ودي يلا خلص بسرعه عاده دقيقة ما لا الحين الحين اي شيء يلا واحد اثنين صلاح قم قم جيب العش شو شو بسوي به؟ ايه تحمل يلا يلا عاده امس اجي واحد جيش شو جيش؟ جيش يشيل دهن جيش هاي يشيلون دهن؟ ايوه الجيش بكبره؟ ايوه هي واد باك في سلامه شو اسمه؟ ما اسمه انا ما بيصير اعطاك بخشيش ولا؟ 25 شو اشترى هو؟ كيلتين هذا كم اعطاك بيزا بخشيش؟ هاي رجال جيش 25 زين قلت له شكرا؟ ايوه سويت له اغنيه ولا ما سويت اغنيه؟ شكرا جزيرا؟ ايوه شكرا جزيلا جزيرا جزيرا زين هذا انا قرات سي واد سلاما زين خلص انت خلص الحين خلص اول ما تسمي تشيس منو؟ شو يقول؟ هذا نبر سوي سلام ما بيضا بيت هني وبيت ما أدري وين هو هني سوي عرسة هي المعرس بمسي المعرس هالي كم معرسين قبل هو وايد سوي سلام على قمتك هذا المريخي المريخي هي أبوه أبوه سعيد بن حاضر المريخي أيوة هي هذا أبوي الناس طيبين وزينين قال سلم على خالد أيوة سلام عليك وعلي السلام ها خصوصي بابا خالد مية أغنى مية عطاك زادك مبلغ السلام محفد شكرا امي اعطاك والله امي وزل ها هذا نبرة اصل ما ياتي انا كيف هذه
ليش يعني كم تتحصل في الشهر؟ وايد ولا امس امس 40 قبل امس 100 اليوم 20 سلام شوي قدام بعد شوي ولا قريب. يلا سر 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 عافية عافية صلاح عافية. وين الغنية؟ ايه ها صلوحة زين؟ يلا العافية بالعافية حبيبي. From their uncertainty about the new way of life, Zaid and his men go back to the desert as often as they can. The desert is still home, the place they knew before they were rich, and the only place they will really know until the day they die. In the desert for a day or a week or a month, they can go back to their old and simpler ways, to a genuine sense of comradeship that the modern world leaves no time for. There are no budgets and civil servants here, no plans, no figures, no complications, no closed office doors. ترى احنا هنا وبعدنا منكم احنا. نحن نبي مسيركم. قلنا الشوخ قيله والشوخ ما عندهم دله ونحب بس نسوي لهم قهوة. There's the sky, the heat, the emptiness, and the infinity of time that they've always understood. Out here, they can all be sure of themselves again. They can relax and be men again. Or perhaps, being only men, they can just be boys. Even Zaid, the ruler, can let his hair down here. And be one of the boys fighting a mock battle with his secretary. On trips like this, the desert is an escape, a recovery of innocence, a return to Eden. Like all escapes, it's also an illusion. The innocence is lost and will never be recaptured because the old Arabia of isolation, hardship, and tribal war in which it flourished has been swept into the world at last. The unknown land has been more than just discovered. It's been uncovered in the past 10 or 20 years and dragged naked into everybody's sight. Of course, this doesn't mean that the old Arabia has disappeared in the space of the last few years. It's still a hard land that breeds a hard people. Tough individuals like Zaid and his men. And some of them still fight. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثانيا صبحكم الله بالخير والنور والسرور. تحيدون المقطع اللي قلت لكم بنزله من يومين. هذا نزلت لكم يا اليوم صبح. يعني قبل شوي يعني نزلته. على اساس اني بنزله البارحه لكن ما رب والله راد لان المقطع هذا يباله ايام وشهور وسنين مثل ما قلت لكم الشخصيه اللي في المقطع شخصيه حياه زايد لو بترمس دبه حياتك عن كل شيء او صفات هالقائد ما بتروم توفي ربع اللي هو يستحقه الربع ما بتروم لأن هذا رمز يقتدوا به دكاترة والبروفيسورية في الجامعات وفي الدول والحكماء والقضاة والمدرسين وأولياء الأمور. آزم قدوة حب من اليوم من استوت البلاد وهو قدوة للناس كلها. على هالأساس تشوف النهج اللي مشى على خط حياة زايد نهج اللهم لك الحمد. عيالهم وذريتهم ذرية خايفة من الله تمشي وتعد خطاها تحاتي اليار تحاتي الصاحب تحاتي الصديق الكرم في الحكمة في كل شيء لدرجة أن سمي
حكيم العرب. حكيم العرب ما يلأسم من فراغ. كل شيء ينقال قبل 30 و40 سنة اليوم، كل الكلام اللي كان ينقال قبل 20 سنة وقبل 25 وقبل 30 وقبل 40 سنة اللي هو قاله يعلى عظامه الجنة، كل شيء قاله حاليا تشوفونه على أرض الواقع. بالعكس، بكل ما تعني كلماته من معنى، كل شيء قاله حاليا يمشي، لأن كل توقعاته صحيحة. ما سمي حكيم العرب إلا هو حكيم العرب. يعني الله يغفر لك يا زايد، ويطول بعمر إن شاء الله عيالك ويحفظهم، ويطرح البركة إن شاء الله في ذريتهم يا رب العالمين. فلذلك هو رمزنا، فبيتم رمز طول الحياة إلنا ولعيالنا وأحفادنا وأحفاد أحفادنا وللأمم اللي جاي كلها إن شاء الله بحيل الله. وهالمقطع اللي أنا حاطنه ما حطيته عبث، هذا مقطع مت أقل عن 3 دقائق. يا غير العبر اللي فيه والفائدة اللي فيه تدرس في جامعات وأكاديميات وتستفيد منه أمة لا إله إلا الله، تستفيد منه. ليش؟ يعلمك الصبر والحكمة والكرم، واللي أهم عن هذا وهذاك التواضع. وأنا اللي برمسكم عنه اليوم هو التواضع. إن قائد بهالحجم رئيس دولة تلقطه يتماغى ويا ربعه في السوالف والضحك، ويلسه في حضيره وفي ثقافة وفي دراسة وفي علم وفي خبر وفي نقاش وفي الشورى، في كل شيء مشارك اللي ويالي حوالي، ما عنده اتخاذ القرار روحه لا. واللي أهم عن هذا وهذاك التواضع. شوف التواضع كيف، شوفوا كمية التواضع وطريقة التواضع وطريقة المغيه والسوالف ويا الجماعة ويا الرب. ما قال أنا رئيس، أو قال أنا شيخ، أو أنا فلان ولا علان وبيلس هشام خيبل، لا. حياتكم شفتوا حد بهالطريقة؟ لا من الكبار ولا من اللي صار، لا من اللي قضى نحبه ولا من اللي باجي في الدنيا العودة هاللي تشوفونها. لا استوى، استغفر الله العظيم، ولا ظني بيستوي هالنمونة. هذا شيء يعني اللهم لك الحمد، الله حبانا نحن فيه، بس حقنا نحن دولة الإمارات، إن رب العالمين أرزقنا برئيس دولة يعلى عظامه الجنة، يعني لا صار قبله ولا ظني بيصير حتى عقبه. ما أعتقد في ذمتكم نلام، نحن ما نلام لين نحن نهادي به، من نصبح لين نمسي، الصغير قبل العود، العالي والداني، القاصي والبعيد والجريب، كلني هادي به، كلني هادي به، يعني الله يغفر له، كلني هادي بحياة زايد. العلوم تجيبها حتى لي في المشرق والمغرب، لي في آخر الدنيا، لي في أبعد بلاد في الكون، تجيب علومه، علوم الطيب، العلوم الجيدة، العلوم علوم الكرم، علوم الطيب، علوم الحكمة. ليش ما نفتخر به؟ لازم نفتخر به، نفتخر به لأن العالم كله تهذيب في كل وقت وكل زمان، حتى لي من شرق ولي من غرب، حتى الصغير الكبير، العالم كله تهذيب. أنا روحي لحقت من يوم أنا صغير في مدرسة الكندي، في مدرسة الكندي كنا في الكشافة، والله يبك يوم نخاف قدام المنصة مالت يستوي عرض في عيد الجلوس، لابوي يسمون عيد الجلوس ما بعيد الاتحاد، عيد الجلوس يوم يستوي العرض، يعني ينش واجف يوم تخطف يخطفون العسكريين الكبار هاي الشرطة والضباط، ونحن نقول في خطرنا يا ربي مكبرها ان زايد ينش، حتى لنا نحن يا الكشافة، نحن كشافة، نحن خط كشافة، واللي على اليمين هم اللي يدقون سلام، ليه يسمون صلوب، واللي ينش واجف هو والضيوف اللي وياكلهم هي بين الزايد، نش حياة زايد، من ينش حياة زايد نشأت العرب كلها، تنش العالم اللي في المنصة كلهم ينشون. نعم.
نعم والله، يعني أقول لك يوم نضرب سلام حق على الله يغفر له ينش واجف ويضرب لنا سلام نحن كلنا الطلبة اللي في الكشافة الأول نحن يعني هو مش ما بلازم إني ينش حق لكل حد، لكن سبحان الله من صغارة نفسه هالقائد ينش حتى حق الكشافة الصغار ينش واجف، حر شتاء برد قيض ما شيء عنده، ما عنده في الشيطان طريق، ينش واجف للي خطفون كلهم يا الله يغفل. تتوقعون العالم ولا بنات حوة بينجبن شرائط هالقائد؟ ما أعتقد إن بنات حوة بينجبن مثل هالقائد، مستحيل. الكلام هذا ما بكلامي أنا، كلام العالم كلها، إن لا صار ولا بيصير هالنمونه قائد. العالم كلها تحلف براسه، من ما سمع على زايد ما يخلو بيت في الدولة ولا في الشرق الأوسط بكبرة بالعالم في كل البلاد مسمين على حياة زايد من غلاه. واللي وايد متتفائل بالسمي يوم يتسمي على شخص ما يسمون ترى على الواد من على الناس العاديين، لا يدورون راعي الإنجازات وراعي المرايل وليه فيه الصفات الحميدة وتسمي عليه. نعم هذا شيء عرف متعارف عليه. العرب ما تسمي عيالها إلا على الرجال اللي فيه خير، لراعي الحكمة وراعي الكرم وراعي المذهب وراعي الإنسان الوافي والإنسان اللي ما تظهر من هالعيلة والإنسان هذا اللواد اللي تسمي عليه. لذلك تلقى ما يخلو بيت من اسم زايد، ما يخلو بيت من اسم زايد في كل مكان في الدنيا العودة هاي كلها. حياة زايد يعله الجنة، ترك بصمة في كل بقعة من الدنيا العودة هذه كلها. فلذلك يستحق الثناء ويستحق ان العالم تتغفر وتترحم على روحه. ناس شي يالسه في كل فرض العرب كلها تتغفر على روحه وتترحم عليه. يعلى عظامك الجنة يا ابو خليفة، يطرح البركة ان شاء الله في ذرية. يعلى الله يحفظكم. المقطع اللي انا حاطنه دروس اللي فيه لا تنعد ولا تنحصى، يا غير من اهمها درس التواضع وقربه من الحاشية وقربه من جماعته وقربه من المواطنين ومن المقيمين اللي في الشرق والغرب. إن سافر دولة عاد المرضى كلهم، وإن سافر أي مكان إن كان شاف الطلاب والمغتربين واللي يدرسون حتى اللي ما يخصهم في بلادنا، إن قضى حياتهم وقضى شفهم وقضى مرادهم وقضى حياة المحتاج حتى اللي من ديننا. هب لازم يكون ما قال هذا مسلم وبساعده، لا حتى جميع الديانات كان يساعدهم. يعلى الله يغفر لك يا أبو خليفة. فلذلك أسطورة، هذا عبارة أسطورة. المقطع هذا روحه يعني لو بتيلس 100 يوم متواصلة تتابعة تستنتج أشياء ما تخطر في بالك. درس التواضع هذا ما غرته الدنيا ولا غره المنصب، يعني شو طريقة مغيته مع ربعه وجماعته، ايش قايل طريقة المزح اللي مزحوا يا جماعته كيف، يعني هل من المعقول؟ انت تشوفون حد في الدنيا العودة هالنمونة؟ الدنيا العودة هاي بكبرها. فلذلك يعني تروم تستنتج من هالمقطع الصغير آلاف العبر، ومن أهمها مثل ما قلت لكم درس التواضع هذا. فلذلك حياة زايد مثل مرجع للتواضع، والكل منا والجميع أي منصب كان من وزير لين سفير لين شيخ لين رئيس قسم لين أي موظف كائن كان لازم يخلي بين حياته تواضع حياة زايد. ترى من أهم صفات حياة زايد وسبب رفعته والله سبحانه وتعالى رفع له القدر من السبب التواضع. سبب التواضع يوم العبد يتواضع للعرب وللناس
رب العالمين يرفع علينا سابع سماء في القدر وفي السمعة وفي الصيت، والله يطرح له البركة. هذا كله من التواضع، لأنك من تتواضع وما لأن رب العالمين هو العالي ونحن كلنا أبوي إلا من تحت. ليش الكبر؟ حق شو التكبر؟ وحق شو الواحد يسوي له معدة؟ حد يسوي حق عمره معدة من سمونه سبال؟ حد يسوي حق عمره من قراطيس؟ هذا عدد جملتين كلمته ما فيه الرقابة تقصر. حد يسوي حق عمره معدة من سبال؟ أو حد يسوي حق عمره سمونه من قراطيس؟ فلذلك الدايم شديد، انت السمعة تمدبت حياتك عليك بالتواضع. قدوك بو خليفة، قدوك بو خليفة، قدوك بو خليفة. وقبل بو خليفة رسول صلى الله عليه وسلم، رسول صلى الله عليه وسلم هو قدوة المسلمين كلها في حياة زايد، كان قدوة الرسول. فلذلك رسول صلى الله عليه وسلم قدوة المسلمين كلها، غير حياة زايد مقتدي في الرسول في كل شيء، في الكرم وفي الطيب، صغارة النفس والتواضع، هاي كلها، والعفو والعفو والصفح والكرم والطيبة وحشيمة اليار وحشيمة الضيف وكرام الضيف، يعني والإنسان اللي بيجيك زابن، الإنسان اللي يبى الملفة، الإنسان اللي يبى العلم، اللي يبى الخبر، اللي يبى الأمان، اللي يبى الأمان ما اللي ما يجي إلا عند حياة زايد، ولا يزمن عند زايد، ولا عند زايد ما يعين لك الخير. ياي إن شاء الله من يابك الجنة يا أبو خليفة. هذا المقطع لازم يكون درس لكل قائد ولكل إنسان عنده منصب ولكل مسؤول حتى في بيته، لأي فورمن، لأي قائد، لأي وزير، لأي سفير، لأي كائن كان. المقطع هذا لازم يكون يوميا ينشاف، يوميا، شبه يوميا إذا كان بالإمكان، لأن إذا أنك أنت تتواضع للي وياك بيعزونك، بيعزونك، وبترث رب العالمين اصلا بيرفعك، بتعزك العرب يوم انت بتعاملهم بالتي هي احسن وبالملاطفه وبالصنع الطيب وبالكلمه الجيده. اي انسان ناجح مستحيل انه تحبه اللي عنده كم من موظفين ولا من مراجعين ولا من ولا اي انسان كان، الا اذا انك انت بتصعر، بتلين عمرك، وبتغدي راعي ابتسامة وراعي بشاشة وقضيان حاي للعرب تقضي حايتهم، وراعي دخل روح المداعبة، روح المزح، روح الابتسامة في وانت ناش وانت يالس، ان كنت ذكر ولا انت الانسان اللي مبوز ومويم، ان كنت مدير ولا سفير. والله يا ابوك ما حب يشاهدك، ونشاهدوك 5 دقائق 10 دقائق، والله من يعطوا من تعطيهم علباك انت، لا يطيح حوبك طيح القط اللي يقطع الشوارمة. هذا شفت ايش قاعد يلعب بالشوارمة؟ هنو من يلعبون بك؟ هي نعم، لانك انت انسان ما عرفت بخلق الله، متجبر وتتباغم وتفاتن وتلاعن وتشاعن، منو بيشاهدك؟ منو بي يستصيخ الرمسك وانت تنابح صبح ومساء كل أوامر بدون أن طاعوك؟ طاعوك خوف منك، لكن ما بتكون خدمتهم من الخاطر، إنجازهم للعمل اللي بيعملونه ما بيكون من خطرهم، إن سووا شيء سووا لك مال مسكة باليس، ما بيسووا شيء من خطرهم. ليش؟ لأن أسلوبك ما كان جيد وياهم، أسلوبك ما كان جيد وياهم. كل إنسان أبوي عنده وظيفة وعنده رب العالم الوظيفة أبوي والمنصب هذا، لو دامت لغيرك لما وصلت إليك، لو دامت لغيرك لما وصلت إليك. وين الوزراء؟ وين الملوك؟ ليه قبلك أيها طوتم سلمة؟ اللي يدوم السمعة الطيبة، ليه يستمر السمعة الطيبة والعمل الطيب، هذا ليه يستمر، والكرم والحشمة يوم تكرم الضيف ولي عندك هذا تعامل بالتي هي أحسن، هذا رب العالمين. أي مسؤول ناجح
أي إنسان عنده وظيفة عنده منصب لازم يتخلق بأخلاق حياد زايد، لازم التواضع، لازم يرد للدرس، درس شو؟ درس التواضع. لازم إذا تبى تنجح برستيجك وعملك وهذا برايي برا الوظيفة، لكن بوقت الاجتماع وقت يلسك وخلوك مع الموظفين بغرفة الاجتماع لازم تكون سلس، لازم تكون روح المداعبة موجودة عندك، الابتسامة، ما التسلط وسووا وتتخذ الرأي روحك وتزر على عمرك وترعد وتزبد. شو هذا ينيت انت؟ شوف ابوي حياد زايد وتعلم منه، تعلم منه. انت يا الموظف، انت يا الاداري، انت يا المسؤول، تعلمه من حياد زايد. هبله رمسة، وين هبله رمسة لسان؟ لازم تذهبون مذهبه. شو اللي خلى العالم تهذيبه لين اليوم، لين باكر، لين تقوم ناقد صالح؟ شو السبب؟ صغارة النفس والبشاشة والابتسامة والطيب والتسامح، ما بحب التسلط، ما بصيغة الأمر، ما بأنا وأنا. لا، التعالي هذا الإنسان يوم تعلى ويتكبر هاي من صفات إبليس. نعم، من صفات إبليس التعالي والكبرياء والخقة الخقة والهذا، حتى كل من صفات إبليس. هي نعم، يتحرى عمر أخير عن بني آدم ورب العالمين، خلها أخس المخلوقات. التعالي هذا مرض. إذا تحس بعمرك أنت أخير عن الوادم، ترى أنت أبوي مريض، دور لك أبوي دار، دور لك دار غير هالدار، لأن أبوي لا يعيش في تعالي ما يسلك ويا العرب. اللي عندك لك واللي عند العرب لها، ما حد أبوي ليه في مخباك، ما حد بيمطه، ما حد بيمرطك من يديك، بيمرط اللي في يديك، ما حد. إذا روحك ما تمد باللي في يديك، ولا ما حد بيمرط من يديك شيء. اللي لك ترى لك، ما حد في حياتك أنت. إن عطيت ترك عبارة أنت بتعطي عمرك، بتبني لك السمعة، بيستوي لك العلم والخبر، وفوق هذا وهذاك الأجر، الأجر اللي أهم عن هذا كله الأجر. حد ما يبى الأجر، الأجر الناس تدوره دواره، تبذل عليه بذل، تتغرب شرق وغرب تدور الأجر، وأنت تخرب الدنيا هذه كلها بالكبرياء. لو تيلس تسوي ليه تسويه، تجسم بيديك وريولك وانت متكبر، والله ما حد يشاهدك. وهذا ابوي هباء منثورة يسويه انت، مدامك انت ما تسوي بلي صغارة نفس وتعطي بتكبر وبمنية، ابوي هذا هو اللي هو واحد، كل اللي تسويه هو اللي هو واحد. نعم والله يا ابوك من الصدق، حسنة يتبعها أذى، منو يباها؟ فالتواضع في المسؤولين وايد زين. تواضع، أنا وايد أخاف على مسؤولين كبار، والله يا أبوك يودرون مكاتبهم، كل مكتب طول وعرض عرض، يني يوم أسير أدورهم مكاتبهم ألقطهم تحت في الكاونترات. نعم يداومون ويلي ينجزون الأعمال الإدارة البسيطة هذه مالت المعاملات اليومية، إني ألقطهم يلسين في نص الموظفين ينجزون العمل. هذا كم يسوى؟ يوم ينزل مدير الدائرة ولا مدير القسم إلى الكاونترات ويساعد الموظفين بالرغم أنه ما بلازم عليه، ما بمفروض، لكن من صغارة نفسه، من صغارة نفسه وحبه في المشاركة. شو يكون إنجازهم هالموظفين هذين؟ إنجازهم شيء بديع، شيء ما شاء الله مشرف. نعم، لو أنك ما تعرف أن هذا هو المسؤول في بينك وبين معرفة شخصية، ولا تعرفه من الجرائد، ولا مثل نعم من صغارة نفسه ما تعرفه بين الموظفين وبين الجمهور وبين السائر والياي، تقول هذا منو؟ وهو أكبر وظيفة عنده وأكبر منصب، لكن صغارة نفسه تخليه يتبع. شو هذا اتباعه؟ متبع سياسة الباب المفتوح، ما بالباب المقلق.
سكر على عمر الباب وستمية سكرتير وستمية طحنة الزمان يوم بتقابلك انك مقابل هيلا سيلاسي. هابوي زمان امبراطور امبراطورية انتهى، زمان الامبراطوريات انتهى حينه. ابويا ما ينفعك الا الطيب، ولا ينفع غير صغارة النفس، ولا ينفعك الا اذا انك تخلي غدوك حياد زايد في الكرم وصغارة النفس. الاداري او الموظف هذا الكبير اللي انا اقولكم عنه، او الوزير او السفير اللي ينزل في ميدان العمل، اللهم لك الحمد رقم كبير في الدولة عندنا منهم، يا غير هذا ما يمنع ان في حد شاد واحد ولا اثنين ولا شبه واحد وهم يعرفون عمارهم. هاي البويز متكبرين ترى، لا تنسى برد اقول لك لو دامت لغيرك لما وصلت اليك، لا تقترب منصبك ولا تقول انا وانا. والله يا ابوك لا تنعق عقه الحابول في الشتاء، ما حد يقول عليك قبلت، ما حد يرد عليك السلام. لازم ابوي الدايم الله سبحانه وتعالى، لازم انك انت تتواضع وتصغر نفسك للي اي جنسيه كانت، اي جنسيه. وهذا هالرمسه انا خصبها فئه بسيطه. اللهم لك الحمد رقم كبير للمقتدين بحياد زايد، كبير كبير فوق ما تتخيلون، لكن هذا ما يمنع ان في حد شاد واحد ولا شبه واحد ولا اثنين. يا خير ينبغي نحن حتى هذا الواحد ولا شبه واحد ما نبغى يكون موجود في اي منصب ان كان. لازم تغدي ابوي قدوك حياد زايد، قدوك حياد زايد كان تبى تنجح، كان تبى تنجح في حياتك وفي عملك. لازم ابوي صغارة النفس، لازم ابوي تذهب عمرك بمذهب حياد زايد، بمذهب حياد زايد. هذا شيء لا بد وعذر منه، طرت فوق وقعت تحت. كان تبى تسلك ويا العرب، وكان تبى تياريهم، وكان تبى امورك تتيسر وحالك يغدي حال المسلمين. تواضع تواضع، كانك ذكر ولا انثى، اي مضيفة كانت وظيفك لازم تتواضع. ترى ما شيء مسؤوليات في الدنيا العود شرات مسؤولية الحاكم، اكبر مسؤولية عندها مسؤولية شعب، مسؤولية امة، مسؤولية امم، مسؤولية اجيال. مع هذا ما منعه من ملاطفة الشعب، ما منعه من زيارة العرب، من زيارة المرضى، من حضور الافراح، حضور الاحزان، الابتسامة، الضحك، السوالف. ما قال انا عندي هالمسؤوليات وبعتزل وبسوي عمري اني انجزت شيء ما شيء كبره. الابتسامة وين ما كان موجود في كل محفل، ابتسامته وضحكته تتجدم كل شيء، اول ما تشوفه تشوف ابتسامته يعليه الجنة. هذا وهو يعليه الجنة كان حاكم، هو حاكم. ترى كلمة حاكم يا جماعة الخير مبهينة، رئيس دولة، رئيس دولة تلقطه هالنمون تصرفاته، هذا مش شيء بسيط. هذا والله على هالأساس تتغنى به العرب، وعلى هالأساس مضرب مثل، وعلى هالأساس مقاطع الفيديو ليه مستوية قبل 30 و40 سنة لين اليوم تدرس وتلقن للعيال وعيال العيال لجميع الفئات العمرية ذكور وإناث، كل يستفيد من مقاطع الفيديو. جد سمعتوا انتوا مقطع الحياد زايد يعليه الجنة ما تستفيدوا مباراه، او من تشوف حياد زايد ما تتبسم؟ حد يروم يخفي هالمشاعر؟ ما حد يروم، لانه يعني الله يغفر له صغارة النفس. هذا كله من صغارة النفس والتواضع. ترى هذا المقطع يعني الله يحفظكم فيه عبر وفايدة لكل حد، حتى حقك انت يلبو، انت يلبو ما بلازم من تدخل البيت تتناهى شينوبك، لا، سقل نفسك، العبوا يا العيال، اضحكوا يا البشاتير، اضحكوا يا بناتك، امهاتك، خالاتك، عم كل اللي عندك في البيت، جبروتك ومنكرك هذا بنتظهر خلي حق عمرك. يا غير في البيت ويا الموظف ويا اللي في البيت عندك ويا عيالك ويا حرمك لازم تمزح، لازم المداعبة، كان تبغي الناس تحبك
منو بيدانيك وانت تنابح صبح ومساء؟ عين ابوك ضبعه، هذا الضبعه 24 ساعة أربعة. ترى شو بقولكم، والله أعوذ بالله من كلمة كنت بقولها، هي نعم هي والله العمر عندي كلمة ترقى وتنحدر، ترقى وتنحدر. ترى الغاية على الله يطول بعماركم الكلمة عادة اللي ترقى وتنحدر. أحب أخبركم، هاي شفتوا الكلبة، الكلبة اللي ضارية على المبيح تنابح صبح صبح ومساء بسبب ومن غير سبب، هاو هاو هاو. هاي يوم ما تلقط حد تناهشه، قال تناهشي نوبها، تعض كتفها من اليمين ومن اليسار، من اليمين ومن ما تلقط حد تناهشه. فلذلك حد من العرب يوم ما يلقط حد يفاتن عليه يفاتن حتى على عمره. فلذلك هذا بادمي ما يشبه عمره بالكلب اللي تناهشي نوبها، لا يشبه عمره بوي بالإنسان اللي أخلاقه عالية، الإنسان اللي راعي الابتسامة والطيب، الإنسان الهين اللين اللي يعامل العرب بما يرضي الله، ما يغدي وغد ونبيح واحد من يصبح لي. من بغيت تكسب ود عيالك ومحبتهم، من بغيت تكسب الولاء الوظيفي من موظفينك، عليك بالابتسامة، عليك بالابتسامة وصغارة النفس. اتحمل تتكبر، والله يا ابوك لا تازم كود بعر، الله يعزم عليك والسامعين، والله يا ابوك لا تازم كود بعر، ما عنك ناشد يا علي بن راشد، والله يا ابوك ما حد يعبرك. انت شو اللي شاء الله حادمك تخلي الواد متهابك؟ شو بتستفيد انت من المهابة؟ الهيبة تفرضها انت، انت تفرضها بطيبك، تكون جدير بالاحترام، جدير باللواد متهاب تدوس لك على طرف، لانك انت جدير بالاحترام، انت لانك محترم الناس كلها بتحترمك، يوم انت غير محترم وحاط الاحترام عندك اللمبيح منو بيشاهد؟ اي والله صدق العين ما شافك ولا شافت الارض اللي تمشي عليها. نعم شو السبب، شو السبب؟ يعني لو لو انت لقمه ما حد سمع عليك، لو انت جبله ما حد جبل جداك، لو انت جبله، لو انت جبله ما حد جبل جداك، لو انت لقمه ما حد سمع عليها، لانك بويه انسان نابح صبح ومساء، منو بيشاهدك؟ منو بيشاهدك؟ يلا ترى انا وصلت الحين، هذا مستشفى الجيمي قدامي ما شيء باجي اقل عن 100 متر. بس عليكم الهذربان نقعد، وهذا تشوفونه انتوا الحين، هذا الحين عباره ما بالله مستشفى، هذا قاره الجيمي، الاول يسمونه مستشفى الجيمي، الحين ابوي هذا اسمه قاره الجيمي. ما شاء الله تبارك الرحمن، يا الله يا رب، يا الله يا رب تحفظها من داء وتحفظ حكامها وتدوم عليها الامن والامان يا رب العالمين. منو عايش فيها الشراغة؟ شوف المستشفيات، شوف الدنيا، شوف الخضار، شوف الشوارع، شوف الترتيب، شوف السنع، شوف احترام السير، ها تلقطها كلها العرب مذهبة، شوف بين السيارة والسيارة فتشة، ها ما تلقط واحد لاصق في تفار الثاني. شو السبب؟ مسنعين ابوي، مسنعين ومعلمين الأصول، بلد نظام تلقط الشعب كله منظم وين ما صار، إلا الحد الشاذ هذاك العين ما شافته، لا بركتن فيه ولا يشرفنا أن يكون من بلادنا ولا من دارنا، اللي ما يمشي على القانون وما يحترم الشعوب ولا يحترم قوانين. أقولكم توني واصل، توني واصل بيتي مدينة محمد بن زايد، الأمور طيبة الحمد لله، حالة بنت سعيد يعني الله يحفظها مستقرة والأمور طيبة، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن. هو الشارع ما يتشاهد يتوهي، أو والدنيا أبوي لاهوب، أو ولي حيد عمر مسافر أبوي لحد يقص عليه ليي ولا يمتحن، أو يعني اليوم يقولك جهنم، هاي جهنم، هذا يقولك دريشة من درايش جهنم متنسخة، متنسخة في وين؟ من المفرق النسخ مالها الوهية من المفرق لين اليحى، هذا وين أنا حين جاي. نعم جهنم، جهنم معنى الكلمة، اللي يحيد عبوي عمره ما عنده بيزات لو يدين ويصير، ترى أبوي حر البلاد ما تنقهر. نعم.
إلا كان ما حب يدينه ولا حب يسلفه لا حول ولا قوة. هذا عاد يدور له إدارة ويرقع راسه فيه. ولا أبوي من عنده حيلة فليحتال. أبوي كله يسافر يفر روح العزيزة. ولا يا أبوهم دوروا لكم يلود غير عن هاليلود. عير يقولك بعدها تزر رماية زربتها وإن بعد أسبوعين ثلاثة في أول 8/15/8/17/8 يقولك ولا من 20/8 شو يقول لك؟ زهرة ما يلا ميت عدم اليوع وأمور وايدة والله شو بقول شيء وايد سوالف وايدة عندي فإن شاء الله خلاص بنام بس كله يلا في مال الله أقولكم هذا كره الله تالراس خوز شوف هذا طباخي الأولي كم سنة تمي 15 سنة ياي عمره 15 وحينه 15 الحين تقريبا صك 30 32 سنة أولادي 25 الحين ولده صك 25 سنة عمره يوم دير عندي سنين جايني ما يعرف يغسل وجهه وتعلم حينه كل خدمة علمته خوز إنزين كل خدمة في الدنيا العود عرفها عقب اتطور أبوي قال أنا أريد أسوي ليسن قلنا له لي ولو دار عندي دير هو دريول هو طباخ كم سنة؟ 15 لا 10 سنين تحول من طباخ إلى طباخ ودريول بقدرة قادر وكمل سنين الله آخر شيء أبوي آخر شيء أبوي حد من الكمبانية الكبار قال أبوي خالد الله الله فينا نحن بشكارك يا ربي هذا مربنا حينه إيش رأيك يا مجيب الرحمن؟ قال أنا ما في مشكلة سود الله ترقاعك ما في مشكلة يا خسارة التربية والصداقة كم سنة كيف صرت هبيت كم بنية حين إيه لك ما يلام سووا المعاش 5000 5000 5000 أنا كم كان عندك كم كنت عطيه 3000 أنا كان عندي 3000 يقبض والعسار عند الكمبنية وحدنا أبوي 5000 أها اللي عند أبوي بشكار لا يصير عند ببيت الكمبنية بيضربون أبوي فيه وبيمطون عنك ضحى شيبان وبيصير عنك عادة تعبك وشغلك اللي علمت اياه وشانوط بيصير دم فاسد ايه والله قميضة عاد علي بس شو عادة اني خليت يصير بيوت الكمبنية ويشوف بشاتيرهم ويتعارف وياهم ما هو عكل الكمبني بودا قلي تيربون ابو محمد عندك لا 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 محن ايش رايك ابوي تعطينا البشكار طالبينك طلبه تم ما دريت انه تم يبونه هو ولا كان بقول كلمه تم ابوي فلذلك ابوي لحد يحيد يقول لكم بنطلبكم تقولون تم هذا الحين شلوا عني من كم من سنه عارف هذا كان بعد يحيه يجيني بالسلام في يوم تبديله حاي ولا شيء ترى بعد عياله عندي عيال اخوه ما ادري منو كم من نفر نحن جايبين والله علمناهم الخدمه كلها 20 نفر ياب كلهم ما شاء الله الحين فتحوا بيوت واشتغلوا وتعلموا الخدمه كله بفضل الله وثم فضله هو فتحوا بيوت وعرسه ويابوا كل شيء وحجج عياله وعياله سووا خريج ولد كم مهندس شو ولد مارك مهندس ما شو مهندس ما شو كهرباء مهندس كهرباء في بنغلاديش سوى خريج جامعه كل شيء ما شاء الله يلا شوف ايش قايل زين شيء تبه السلام عليكم. السلام عليكم. ها؟ يا زحب شناطي. يلا يلا تعالي يلس لين اجهز ساماني كامل شو رايك؟ يلا. ليه بعد موعد الطيارة كان لازم حبيبي. هي لك لازم يذهبون سامانهم يلا بتيلس وين تيلس تيلس؟ لا تحت لا يلس على الكرسي حبيبي. هناك سريلة سلام هناك وانت بتزني بتتكود ما بتتكود تروم تجلس على الكرسي هذا يلا ما في مشكلة رغم الشجاعة هاي تحمل هاي يا رك الله يا ولد أحمد وين ياي والله بعد بدري بدري ما حد وين صارت بدرية ايش قابة ما تعرف أنت تعرف كل شيء حبيبي.
شو حبيبي؟ خلود بلاها؟ نعيد الله لا يا هي ثرت لها العين خلود شو كله؟ لا بخير حبيبي الحمد لله لا الحمد لله لا لا بعد حين حبيبي يعني بعد ما سويت بخير زين لكن إن شاء الله بتغدي بخير قول آمين إن شاء الله خلوت غدي بخير إن شاء الله إن شاء الله حبيبي شكرا. أنا كنت أعمل مع شركة بريطانية في أبو ظبي لبناء الشوارع وكنا طالعين على أساس أن الشيخ زايد يبغى يراوينا شارع السد العين أبو ظبي وكان اللي يسوق بالسيارة الله يرحمه ويغفره بطي بن بشر والشيخ زايد قدام ومهندس الإنجليزي وراء وأنا وياه بعد ما وصلنا المرتفع مرتفع رملي غرجت السيارة أتذكرها لاند روفر نزل بروح الشيخ زايد ويانا يحفر تحت الأرض حتى قلنا يطول عمرك ما يصير هالشكل قال شي أنا من يا طول عمرك أنت شيخنا قال لها في هالمواضيع ما من الشيخ أنا كنا مقهرزين في سيارة واحدة فهكذا كانت أخلاق الشيخ زايد عرفت ما كان يعني يحتسب نفسه أنه يعني حاكم أو رئيس أو غير لا كان يعتبر نفسه واحد من الناس من الشعب فلهذا الناس